السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ النهاردة أول حاجة في الماشين. هنبدأ بس إن احنا نعرف يعني ايه ماشين أو نفهم يعني ايه ماشين، وبعد كده هنبدأ ناخد ترانسفورمر وناخد كل حاجة فيه إن شاء الله. طبعا الماشين، لو انا قلت لك ايه هو تعريف الماشين او ايه هو الالكتريك ماشين عامة اللي موجودة في حياتنا، هتقول لي انا عايزة تعريف عام، عايزة تعريف عام يندرج على اي ماشين ممكن تبقى موجودة، سواء دي سي ماشين او اي سي ماشين او سينكرونس او سيبريت او اي حاجة. تمام كده؟ هنبدأ ان احنا نعرف الماشين ان هي عبارة عن انرجي كونفرجن ديفايس، يعني حاجة بتحول الطاقة الكهربية الالكتريك انرجي يعني لطاقة ميكانيكية، او بتحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية. يبقى تعريف الماشين مش مندرج تحت فكرة الموتور او فكرة الجنريتور، لا، تعريف الماشين ينطبق على الموتور والجنريتور. يا اما بيحول الالكتريك انرجي لميكانيكال انرجي يبقى دوت كده موتور، او بيحول الميكانيكال انرجي لالكتريك انرجي اللي هو عبارة عن الجنريتور. تمام؟ هل بيبدأ ان هو يحوله كده لوحده؟ لا، لازم في وجود المجال المغناطيسي الماجنتيك فلوكس. من غير الماجنتيك فلوكس دوت او ماجنتيك فيلد دوت، لا الالكتريك انرجي هتتحول لميكانيكال انرجي، ولا الميكانيكال انرجي هتتحول لالكتريك انرجي. يبقى لازم الفلوكس يكون موجود او عامل اساسي في التحويل بتاعي. تمام كده؟ يبقى ده تعريف بسيط جدا للماشين. طيب الترانسفورمر هم اعتبروه ماشين برضو. طيب ليه اعتبرت الترانسفورمر ماشين؟ لان هو برضو فكرة عمله معتمدة على وجود الفلوكس او وجود الفيلد. بس الفرق بس ما بين الماشين او الموتور والجنريتور وما بين الترانسفورمر، ان الترانسفورمر ما بيتحركش، يعني الموتور او الجنريتور بلاقي ان في شافت بيتحرك علشان يديني، اما يديني ميكانيكال انرجي اما يديني الكتريك انرجي. تمام كده؟ لكن الترانسفورمر هم اعتبروه حاجه اسمها ستاتيك ماشين. ستاتيك ماشين لان هي ثابته ما بتتحركش. تمام كده؟ طب الترانسفورمر بيعمل ايه؟ الترانسفورمر بيبدا ان هو يحول لي الالكتريك انرجي لالكتريك من سايد معين لالكتريك انرجي برضو في السايد التاني، بس بيبقى في فرق في الفولت وفرق في التيار. طب انا استفدت بايه لما حولت الالكتريك انرجي ديت من سايد لسايد في باختلاف الفولت والتيار؟ ده طبعا ممكن استفيد بيه لو انا عندي ترانسميشن لاين. انا طبعا انتوا عارفين ان انا بعمل جنريشن لفولت وتيار معين، بس التيار دوت ممكن يبقى كبير، فبالتالي لو انا ابتديت ان انا انقل التيار الكبير دوت على ترانسميشن لاين، هيبدا ان هو يحصل لي لوسز كتير، لان الباور لوسز احنا عارفين ان هي بتتمثل في اي تربيع في ار. تمام كده؟ يبقى التيار لو كبير يبقى اللوسز هتبقى كتير، يبقى كده انا هفقد باور كتيره في الترانسميشن لاين. علشان كده اخترعوا حاجه اسمها الترانسفورمر، بيبدا ان هو لو انا مولده بفولت وتيار، التيار دوت كبير، ببدا ان انا احول التيار الكبير ده لتيار قليل، او بحول الفولت القليل او اللي انا عملت عليه جنريشن لفولت كبير، مثلا ممكن يوصل ل 550 كيلو فولت او 220 كيلو فولت على حسب الشبكه اللي انا بربط عليها. تمام كده؟ فبيبدا ان هو الباور ثابته، فالباور اللي هي او الابيرنت باور الاس اللي هي في في اي. تمام كده؟ فانا لو عليت التيار هبدا ان انا اقلل الفولت، طب لو زودت الفولت هبدا ان انا اقلل التيار. ففكره الستيب اب ترانسفورمر اللي انا بحطه في الاول خالص بعد مرحله الجنريشن، ان هي بتبدا ان هي تزود لي الفولت قوي، فالتيار بيبدا ان هو يقل، فاللوسز اللي بتحصل على ترانسميشن لاين بتبقى قليله. بعد كده ببدأ لو انا عايزة خلاص نقلت الباور او نقلت الفولت دوت او نقلت التيار، يعني ببدأ ان انا في مرحلة الديستريبيوشن احط ستيب داون ترانسفورمر، بحيث ان هي تقلل لي الفولت وتزود لي التيار اللي انا ببقى طبعا هو العامل الاساسي في نقل الترانسميشن لاين. طيب بيقول لي في نوت كده بيقول لي التو سيركت بتوع ترانسميشن لاين، مش انا قلت ان انا بحول الفولت والتيار من سايد لسايد؟ طيب السايد الاولاني
هو بسميه البرايمري سايد، السايد التاني بسميه السكندري سايد. هم الاتنين مربوطين ببعض الكتريكالي. يعني ايه الكتريكالي؟ يعني الموصلات بتاعتهم مربوطين ببعض. لا، في الحقيقة ان الموصلات بتاعتهم مش مربوطين ببعض، هما مربوطين ببعض ماجنتيكالي. يعني ايه ماجنتيكالي؟ يعني الفلوكس بتاع، يعني الفلوكس بتاع السايد الاولاني بيرتبط مع الفلوكس بتاع السايد التاني، وهنعرف يعني ايه الكلام دوت او هما بيرتبطوا مع بعض ازاي. طيب ده ياخدني النقطة ان انا اعرف اول حاجة ايه هو الكونستراكشن بتاع الترانسفورمر. الترانسفورمر دوت بيتكون من ايه؟ اول حاجة انا عندي سورس، السورس دوت لازم طبعا يبقى اي سي، وهنعرف برضو ليه السورس دوت المفروض ان هو يبقى اي سي. طيب هسميه في واحد، الفولت بتاع السورس هو في واحد، تمام كده. وبعدين ببدأ ان انا اربط السورس دوت على حاجة اسمها البرايمري وايندينج، شوية ملفات مربوطين او ملفوفين على الكور بتاع الترانسفورمر دوت، بسميهم البرايمري وايندينج، تمام كده. عدد لفاتهم هسميها ان واحد، تمام. يبقى ده بالنسبه لي الجزء دوت، السورس مربوط مع البرايمري وايندينج اسمه البرايمري سايد، يعني الناحيه بتاعه البرايمري اللي انا بربط عليها السورس، تمام كده. وبعد كده ببقى عندي كور حديد كده، بيبقى عبارة عن ستيل لامينيشن كده، شرايح من الصلب معزولة عن بعضها. ده طبعا علشان ابدأ ان انا اقلل الايدي كارنت ما تبقاش كبيرة، ويبقى مفقيدة عندي كتير في الترانسفورمر ان في ايدي كارنت كتير في الكور، تمام كده. وببدأ ان انا اربط ملفات السكندري، هسميها سكندري وايندينج، في الناحية التانية من الكور دي، من الكور ده. وده طبعا اللي بيبقى مربوط باللود اللي عندي او الحمل اللي انا عايزة ايه اربط بيه الترانسفورم. طيب يبقى عرفنا ان البرايمري وايندينج بيبدا ان هي تبقى كونكت مع الاي سي سورس، ولازم يبقى اي سي سورس، ما ينفعش دي سي سورس. والسكندري وايندينج لازم تبقى كونكت مع اللود. طيب لو الفي واحد ده اكبر من الفي اتنين، يبقى معنى كده ان دوت ستيب داون ترانسفورمر، هو قلل الفولت، تمام كده. طيب لو الفي اتنين هو اكبر من الفي واحد، يبقى ده هسميه ستيب اب ترانسفورمر، لان هو زود الفولت، تمام كده. لاحظوا ان انا بقول ستيب اب وستيب داون بناء على الفولت مش بناء على التيار، تمام كده. طيب لو الفي واحد هو هو الفي اتنين، يبقى ده حاجة بسميها الايزوليشن ترانسفورمر، وده طبعا بستخدمه في دوائر كتير، بحيث ان انا اعمل ايزوليت سيركت لسيركت تانية، مثلا افصل دايرة الكنترول عن دايرة الباور بحاجة اسمها ايزوليشن ترانسفورمر. لان احنا قلنا ان الترانسفورمر بيبقى الكتريكالي ديسكونكتد، ما بيبقاش مرتبط ببعضه الكتريكالي، هو بيبقى مرتبط بتاعته ماجنتيكالي. فلو حصل اي مشكلة مثلا في دايرة الباور، ما تأثرش على دايرة ايه، ما تأثرش على دايرة الكنترول، تمام كده. يبقى عرفنا خلاص البيزك كومبوننت بتاع الترانسفورمر، البرايمري وايندنج، السكندري وايندنج، الماجنتيك كور اللي بلف عليه البرايمري والسكندري وايندنج، والانكلوجر اللي هو جسم المحول نفسه اللي انا بحط فيه كل الكومبوننت دي، تمام كده. طيب ايه هي الثيوري بتاعه الترانسفورمر، او بناء على ايه احنا اخترعنا ترانسفورمر، او ايه هي نظريه عمل الترانسفورمر؟ نظرية عمل الترانسفورمر مبنية على قانونين، او هما في الحقيقة 3 قوانين. القانونين بتوع فاراداي كده، يبقى معايا قانونين، والقانون بتاع ايه، قاعدة لينز، تمام كده. طيب القانون بتاع فاراداي بيقول لك ايه؟ بيقول لي لو انا عندي ملف مر فيه تيار، التيار دوت هيبدأ ان هو ينشئ لي ماجنتيك فيلد، تمام كده. طيب التيار دوت لو اي سي، يبقى الماجنتيك فيلد او الماجنتيك فلكس اللي هينشئه هيبقى هو كمان اي سي، تمام كده. طيب لو الماجنتيك فيلد او الماجنتيك فلكس كان دي سي، يبقى برضو يبقى لو التيار كان دي سي، يبقى الماجنتيك فلكس برضو هو دي سي. يبقى التيار اللي يتولد في اي ملف، الماجنتيك فيلد سوري، اللي هيتولد في اي ملف هيبقى هياخد نفس شكل وطبيعة التيار اللي سبب لي. يعني لو انا عندي كارنت سبب لي ماجنتيك فلوكس، يبقى الماجنتيك فلوكس دوت هيتبع التيار في كل حاجة. لو هو متغير يبقى هو الماجنتيك فلوكس برضو هيبقى متغير، لو هو ثابت يبقى الماجنتيك فلوكس هو كمان هيبقى ثابت، تمام كده. بس هل القيمة هي هي؟ لا، القيمة مش هي هي، تمام. بس الشكل بتاع الفلوكس هيبقى هو هو الشكل بتاع ايه، بتاع التيار. طيب لو انا عندي اي سي فلوكس اهوت،
ان نجيب الشكل بتاع ترانسفورمر. يبقى انا هنا موصله اي سي سورس، الاي سي سورس دوت بدا ان هو يمشي في الملف، تمام. بعد ما بدا ان هو يمشي في الملف فاكيد اكيد ولد لي فلوكس، تمام كده. فالفلوكس دوت هيبدا يقطع الملفات بتاعت البرايمري ويقطع الملفات بتاعت السكندري. طيب هو لما يقطع الملفات هيبدا ان هو ينشئ لي ايه؟ ينشئ لي قوه دفعه كهربيه. طيب القوه الدفعه الكهربيه اللي انشئت ديت هيبقى قيمتها عباره عن ايه؟ هي قيمتها هتبقى معتمده على المعدل الزمني لقطع خطوط الفيد، يعني اللي هو دي فاي باي دي تي، كم خطوط كم خط من خطوط الفيد قطع الملفات ديت في الثانيه او في المعدل الزمني اللي انا عايزاه، تمام كده. يبقى قانون فاراداي قال لي ان الاي انديوزد اللي بتتولد في اي ملف نتيجه قطع خطوط الفيد هي بتساوي سالب ان دي فاي باي دي تي، تمام. يبقى ان دي هي عدد الملفات، الملف اللي اتقطع، ودي فاي باي دي تي اللي هي الريت اوف تشينج اوف فلكس، تمام كده. طيب بس قاعده لينز بقى كده، انا شفت قانون القانونين بتوع فاراداي، تمام كده. بعد كده طب ايه السالب ديت؟ السالب دي جت من قاعده لينز، مش قاعده لينز كانت بتحدد الدايركشن بتاع الانديوس دي ام اف اللي اتولدت. طب قاعده لينز نصت على ايه؟ قالت لي ان القوه الدفعه الكهربيه اللي بتتولد نتيجه قطع ملفات خطوط الفيض ديت بتبدا ان هي تحاول تلاشي المجال اللي سبب ليها، يعني لو انت بتزقني تمام كده فانا هحاول اقاومك عشان ابعد عني، عشان ابعد عن نفسي الزق اللي انت بتزقه لي، تمام كده. علشان كده جت السالب اللي موجوده في القانون ده، تمام كده. طيب هنبدأ دلوقتي ناخد حاجة اسمها ده فكرة عمل الترانسفورمر. طبعا لما الديوز دي ام، لما خطوط الفيد بتبدأ ان هي تقطع الملفات بتاعة السكندري بتولد فيها الديوز دي ام اف، الديوز دي ام اف ديت خليها دلوقتي هي نفس الفي 2 اللي موجودة هنا، وده طبعا يعني ده في الايديال ترانسفورمر ما بيحصلش طبعا في البراكتيكال ترانسفورمر. هناخد دلوقتي حاجة اسمها الايديال ترانسفورمر. من اسم الايديال ترانسفورمر ان هي حاجه ايديال، يعني حاجه بيرفكت مش موجوده في الحياه العاديه. طيب الايديال ترانسفورمر دوت انشاناه بناء عليه، او هي بروبرتيز بتاعه الايديال ترانسفورمر. الايديال ترانسفورمر قال لي خلاص ان انا الملفات اللي عن اول حاجه في الايديال ترانسفورمر ان الملفات اللي عندك او الملفات سواء ملفات البرايمري او ملفات السكندري ما فيهاش كبر لوسس، يعني الريزيستنس بتاعت الوايندنج ديت زيرو. طب هل في ملفات في الدنيا المقاومه بتاعتها زيرو؟ لا ده ما بيحصلش، دوت تسهيلا بس للترانس، يعني ان انا ادرس الايديال ترانسفورمر الاول وبعد كده هبدا ان انا احل مشاكل ايديال ترانسفورمر دوت واجيب لها ايكويفالنت سيركت تمثلها، تمام كده. يعني ايه ايكويفالنت سيركت؟ اي حاجه ميكانيكيه او اي حاجه ماجنتيك، يعني ببدا ان انا احاول ان انا امثلها بدوائر كهربيه زي سيركتس كده، تمام كده. علشان ابدا ان انا السيركت ديت بتبدا ان هي يعني بتحاكي الحاجه الاصليه، يعني اي حاجه حصلت في الماشين الاصليه ديت لو حصلت في، لو انا قدرت ان انا امثلها في السيركت دي يبقى انا قدرت ان انا اعمل موديل او شكل او صوره تانية للماشين اللي عندك ديت، ابدا ان انا ادرس عليها الحاجات بشكل مبسط، بشكل كهربي مبسط، فولت وتيار، ريزيستنس، امبيدنس كده. فابدا ان انا ابسط على نفسي المشاكل بتاعه الموديل الحقيقيه، تمام كده. يبقى اول حاجه مفيش كبر لوسز، يعني الريزيستنس بتاعه الملفات ديت بزيرو، تمام كده. يعني معنى كده ان الملفات دي هي عباره عن بيور اندكتيف، يعني اكس بس، تمام كده. طب تاني حاجه قال لك ان نو ايرن لوسز، يعني الكور بتاع اللي موجود دوت ما فيش اي اعاقه للفلكس فيه، ما في طبعا. هل ده برضو بيحصل؟ لا برضو ده مش بيحصل. احنا اتفقنا ان الحاجات ديت افتراضات انا فرضاها علشان اسهل على نفسي دراسه الترانسفورمر في الاول، فابدا ان انا اعرف احاكي الواقع بتاع الترانسفورمر بعد كده، تمام كده. بعد كده قال لك ان نو ليكج فلوكس. طب نو ليكج فلوكس، هل الفلوكس كله اللي بينشئه الملف بتاع البرايمري، يعني احنا اتفقنا ان لما احط في واحد يمشي في الملف تيار اي واحد هيبدا ان هو يولد لي مجال، هيبدا المجال دوت ان هو يقطع الملفات بتاعه البرايمري ويقطع الملفات بتاعه السكندري، تمام كده. فهل الملفات بتاعه البرايمري والملفات بتاعه السكندري الفلوكس كله قطع الملفات، ولا في شويه تسريب في الفلوكس بس
شوية خطوط من الفلوكس ما قطعتش الملفات ديت، يبقى اكيد في تسريب. لكن بعد كده في الايديال ترانسفورمر انا مفترض ان كل الخطوط الفيد بدأت ان هي تقطع الملفات بتاعت البرايمري والملفات بتاعت ايه بتاعت السكندري، يبقى مفيش تسريب في الفلوكس. طيب رابع حاجة بيقول لك ان الكور اوف انفاينايت ماجنتيك بريميابيلتي، البريميابيلتي بتاعت الكور دوت هي ما لا نهاية، هي ما بيتسربش اي خطوط فيض، تمام كده. بعد كده بيقول لك ان الكور دوت doesn't have any hysteresis and eddy current losses. اتفقنا ان احنا عاملين الكور دوت من شرايح من الصلب السيليكوني المعزوله عن بعضها علشان نبدا ان احنا نقلل الايدي كورنت، يبقى معنى كده ان الايدي كورنت موجوده. بس انا دلوقتي هفترض ان مفيش اي ايدي كورنت او اي هيستريسز لوسز في الكور بتاعي، تمام كده. يبقى معنى كده ان الانبوت باور اللي هتدخل لي هي هي الاوتبوت باور اللي هتخرج لي، يبقى الافشنسي بتاعت الترانسفورمر دوت هي 100%، مفيش اي حاجه، مفيش اي لوسز، مفيش اي الكور ما حصلش فيه اي لوسز، الوايندنج ما حصلش فيها اي لوسز، مفيش اي ليكج في الفلوكس، فبالتالي الباور اللي نقلتها في من البرايمري هي هي اللي هتوصل لي عند السكندري، تمام كده. هبدا دلوقتي ان انا اشوف في النو لود ايه اللي هيحصل في الترانسفورمر وفي اللود اللي هيحصل في الترانسفورمر. طيب في النلود، النلود يعني الملفات بتاعت السكندري دي مفتوحه، تمام كده. هل الملفات بتاعت السكندري لما تبقى مفتوحه تمنع وجود فولت؟ لا، ما تمنعش وجود فولت، الفولت موجود بس التيار هو اللي مش موجود. ليه؟ لان الدايره مفتوحه، ازاي هيمشي تيار في دايره مفتوحه؟ يبقى اي 2 هو بزيرو. طيب خلينا نقرا كده الكلام دوت ونفهم هو بيقول لي ايه. بيقول لك لو انت عندك alternating voltage في واحد، لو انت وصلت الفي واحد دوت اللي هو السورس على البرايمري وايندنج، هيبدا ان هو ينشئ لك تيار، التيار دوت هيبدا ان هو ينشئ لك فلوكس، الفلوكس دوت هيبدا ان هو يقطع الملفات بتاعه البرايمري ويقطع الملفات بتاعه السكندري، يبقى هينشئ لك اي واحد اللي هو النيوز اي ام اف في الملفات بتاعه البرايمري اللي هو سميه اي واحد، تمام. في البرايمري وايندنج يبقى اي واحد دوت هيبقى بيساوي في واحد. ليه؟ لان انا اتفقت ان الوايندنج ديت ما فيهاش بقى خلاص اي لوسز، ما فيش اي ريزيستنس، ما فيش التيار اللي هيبدا ان هو يبقى في البرايمري وايندنج دوت هيبدا ان هو دوت اللي بينشئني الماجنتيك فلوكس. يبقى علشان الملفات ديت هي بيور اندكتيف، احنا اتفقنا ان هي عباره عن اكس بس، يبقى اكيد التيار هو لاج 90 درجه بيهايند الايه الاي واحد دي، عشان كده انا رسمت الاي او التيار لاج كده 90 درجه الاي واحد، تمام. وهو اللي بينشئ لي الفلوكس الفاي ام اللي هو بيقطع الملفات بتاعه البرايمري وبيقطع الملفات بتاعه السكندري دوت، باختصار الفيزور دايجرام بتاع النلود، تمام كده. طب عايزين نشوف بقى المعادلات، عايزين نشوف ترنس ريشيو بيتجاب ازاي او جت منين، او هنبدا ان احنا نثبت دلوقتي ترنس ريشيو بتيجي منين. طيب قال احنا اتفقنا ان الفي واحد هيبقى بتساوي الاي واحد، تمام، هيبقى بيساوي ان واحد دي فاي باي دي تي. طب فين السالب؟ خلاص انا شلت السالب، انا عارفه ان في سالب بس هي مش هتفرق معايا دلوقتي في حاجه، تمام. بس احنا عارفين ان الفي من بين الفي واحد والاي واحد شيفت 180 درجه، هي دي السالب بتاعتي، تمام. هيبقى بيساوي ان واحد دي فاي باي دي تي. طب هي الفاي دي مش احنا اتفقنا ان هي بتاخد نفس طبيعه التيار، يعني التيار لو كان ساين ويف يبقى الفاي دي كمان هتبقى ساين ويف. طيب يبقى الفاي هتساوي فاي ماكسيمم ساين اوميجا تي، نفس طبيعه التيار. طيب عايز اجيب دي فاي باي دي تي، يبقى دي فاي باي دي تي اللي هي فاي ماكسيمم في اوميجا كوزين اوميجا تي، تمام كده. يبقى ده قانون رقم واحد وده قانون رقم اتنين. اعوض كده من القانون رقم اتنين في القانون رقم واحد، يبقى الاي واحد هتبقى بتساوي ان واحد فاي ماكسيمم اوميجا كوزين اوميجا تي. طب اوميجا ديت اللي هي بتساوي ايه؟ اللي هي بتساوي 2 باي اف، يبقى ان واحد فاي ماكسيمم في 2 باي اف اللي هي الفريكوانسي الاف ديت كوزين اوميجا تي. طيب لو انا عايز اجيب الروت مين سكوير فاليو بتاع الاي واحد ديت، الاي واحد دي انستانتينيس يعني متغيره مع الزمن فيها اوميجا تي، تمام. طيب لو انا عايز اجيب الروت مين سكوير، طب انا مش معايا الماكسيمم، مش اللي موجوده هنا دي كلها الترم ده كله الماكسيمم، لو قسمته على جذر 2 مش هيديني الروت مين سكوير، يبقى الاي واحد او الروت مين سكوير فاليو بتاعت الانديوسد ام اف في الملفات بتاعت البرايمري هيبقى بيساوي 2 باي اف
في ان واحد في فاي ماكسيمم على جذر 2، اقسم كده 2 باي على جذر 2 هيطلع لك بالآلة 4.44% في الفريكوانسي في النمبر اوف تيرنز بتاعه البرايمري وايندنج في الفاي ماكسيمم اللي هو ايه الفلوكس. تمام، نفس الكلام تطبقه على الاي 2، تجيب قول الفي 2 بتساوي الاي 2 بتساوي ان 2 دي فاي باي دي تي، هيطلع لك نفس القانون بس بدل اي 1 هتبقى اي 2 وبدل ان 1 هتبقى ايه ان 2. يبقى انا كده جبت القانونين بتاع الانديوس دي ام، الروت مين سكوير فاليو بتاعه الانديوس دي ام اف في الملفات بتاعه البرايمري والملفات بتاعه السكندري. لو قسمت اي 2 على اي 1 هيديك ايه؟ لو قسمت كده اي 2 على اي 1 4.44% هيروح، الفريكوانسي برضو هيروحوا مع بعض، الفاي ام ديت هيروح مع بعض، هيبقى لك ايه ان 2 على ان 1 هتبقى بتساوي ايه. مش احنا اتفقنا ان اي 2 بتساوي الفي 2 او بتساوي الفي 2 على في 1، ودي اللي هسميها كي. الكي ديت هي الترانسفورمر ريشيو او الترنز ريشيو بتاعه ايه بتاعه الترانسفورمر. ممكن في مراجع كتير ممكن يسمي لك الترنز ريشيو ديت هي ايه. طيب ايه الفرق ما بين الاي والكي؟ ال A هي عبارة عن V1 على V2 اللي هي بتساوي N1 على N2 اللي هي بتساوي E1 على E2، لكن ال K هي مقلوب ال A. تمام، يعني لو شفنا علاقة ال A بال K يبقى ال K هتبقى بتساوي 1 على N. ممكن ما تشغلش بالك بالحتة دي دلوقتي، هو الدكتور شغل يعني الدكتور اشتغلها على اساس ان هي K اللي هي V2 على ال V1. تمام كده، يبقى احنا عرفنا كده الترانسفورمر ريشيو او الترنز ريشيو بتاعة الترانسفورمر. تمام، خلينا بقى نشوف الترانسفورمر دوت اندر لود، يعني لو انا حطيت لود ايه اللي هيحصل في الترانسفورمر. طيب عايز اشوف برضو علاقة التيار بالترنز ريشيو، عايز اشوف علاقة الامبيدنس بالترنز ريشيو. طب خلينا طيب نعرف كل حاجة في الترانسفورمر الاول وبعد كده نشوف الترانسفورمر اندر لود. طيب قال لك ان ان واحد دي هي عدد ملفات البرايمري وايندنج، ان 2 عدد ملفات السكندري وايندنج، الاي 1 هو التيار بتاع البرايمري كارنت او السورس كارنت. تمام، التيار اي 2 هو السكندري كارنت او اللود كارنت. تمام كده، الفي 1 ده البرايمري فولتج او السورس فولتج. تمام، الفي 2 دوت هو السكندري فولتج او اللود فولتج. تمام كده، لاحظ ان انا بقول لك كل حاجه بالمسميات بتاعتها. تمام كده، الاي 1 ديت ده الانديوزد اي ام اف او الانديوزد فولتج اللي بيتولد في البرايمري وايندنج. طب الاي 2 هو الانديوزد فولتج برضو اللي بيتولد في السكندري وايندنج. تمام كده، ده كده كل تقريبا التعريفات اللي موجوده في الترانسفورمر. طيب احنا اتفقنا في الاول خالص ان الترانسفورمر دوت بيور ما فيهوش اي لوسز والافشنسي بتاعته 100%، يعني اس انبوت الابيرنت بار بتاعته هتبقى بتساوي الاس اوتبوت. الاس انبوت ديت اللي هي بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن فولت في تيار. طيب بما انها انبوت يبقى اكيد الفولت واحد، الفولت بتاع السورس في التيار بتاع السورس يبقى في واحد في اي واحد. طيب الاس اوتبوت هو اكيد بتاع اللود. تمام كده، يبقى اكيد هيبقى في 2 في اي 2. تمام كده، يبقى في 1 في اي 1 بتساوي في 2 في اي 2. تمام، طب نقسم كده على بعض. طب في 2 على في 1 مش احنا عرفنا ان هي ترانسفورمر ريشيو. طيب الفي 2 على في 1 هتبقى بتساوي ايه؟ اي 1 على اي 2، عشان لو ضربت طرفين في وسطين كده يديك في 1 في اي 1 بتساوي الفي 2 في اي 2. يبقى معنى كده ان الترانسفورمر ريشيو هتبقى بتساوي الفي 2 على في 1 تساوي الان 2 على ان 1، ما نتلخبطش بقى، التيار العكس الاي 1 على اي 2. تمام كده، دوت باختصار الترانسفورمر اندر لود. طبعا هيبقى فيه تيار اي 2، احنا اتفقنا ان في النو لود اي 2 دوت بزيرو، لكن دلوقتي اي 2 اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي في 2 اللي هو الفولت على الامبيدنس بتاعه اللود. تمام، بعد كده هنبدا ناخد حاجه اسمها الريفيرنج. هل من المنطقي ان ده كده الشكل بتاع الترانسفورمر او الكويفلنت سيركت يعني بتاع الترانسفورمر؟ تمام، هنا السورس في 1 وبعد كده الترنز ريشيو بتاعه البرايمري والسكندري. تمام، وبعد كده هنبدا بالامبيدنس بتاعه اللود. هل ينفع ان انا امسك ترانسفورمر دوت كده يعني ادرسه هو كده از سيركت؟ يعني ايه معنى دي في السيركت؟ دي كده معناها ان هما مربوطين ميكانيك ماجنتيكالي. طب انا في السيركت ما عنديش حاجه او قوانين يعني از ماجنتيك، يعني ان انا ادرس الحته دي، يبقى لازم اعمل حاجه، لازم اخلي كل دوت مربوطين ببعض الكتريكالي. تمام، طيب ايه الفرق؟
او لازم احول الامبيدنس ديت اوديها للبرايمري، او ممكن اخلي السورس دوت اوديه بدل ما هو من في البرايمري اوديه للسكندري. طب ايه الفرق ما بين البرايمري والسكندري؟ الفرق ما بينهم هو الترنز ريشيو. يعني الفي واحد دوت لو ب 100 فولت مثلا والترنز ريشيو ديت 1:10، يبقى السكندري شايف الفولت بتاع البرايمري ده قد ايه لو 100 فولت، تمام؟ هو شايفه ان هو 1000. ازاي؟ احنا اتفقنا ان هو الترانسفورمر بيعمل ستيب اب من 1:10، تمام كده؟ يعني اي حاجه، يعني مثلا لو انا شايفه السورس بتاعي 100، يبقى السكندري لا شايفه 1000. ليه؟ لان هو اكنه نسبه تكبير، اكنه اسمه ايه اللي بيكبر دوت في التلسكوب ولا ميكروسكوب، تمام؟ يعني اكني حاطه العينه تحت الميكروسكوب ببدا ان انا اكبرها او اصغرها، تمام كده؟ يبقى هي نفس العينه، بس انا نفسي شايفاها كبيره شويه، تمام؟ هو ده اللي بيعمله السكندري لو انا ستيب اب يعني، تمام؟ يبقى ان 2 على ان 1 هتساوي الكي. طيب خلاص احنا عرفنا الحته دي كلها. طيب يبقى الفي 1 يعني الفي 1 اللي هو بيساوي الفي 2 على كي، تمام؟ والاي 1 اللي هو بيساوي اي 2 في كي، تمام؟ طب لو انا عايز اجيب الزد، لو عايز اجيب الامبيدنس، علاقه الامبيدنس دي بالترنز ريشيو عباره عن ايه؟ يبقى الزد بتاع اللود دوت هي اللي هو بيساوي الفي 2 على اي 2. طب الفي 2 على اي 2 دوت ممكن اعوض بالقوانين ديت بحيث ان انا اجيبهم بدلاله الفي 1 والاي 1، هلاقي ان هي بيساوي الزد لو بالنسبه للبرايمري هو شايفها ان هي الزد بس مقسومه على الكي تربيعي، على الترنز ريشيو تربيعي. طب ازاي؟ لو انا بعت الامبيدنس ديت من زد من زد لود هنا، هي المفروض مكانها في السكندري، انا عايزه اشوفها في البرايمري، يبقى هحط عليها ايه؟ هحط عليها داش. يبقى اي حاجه هعمل لها ريفيرنج من سايد لسايد هبدا ان انا احط عليها داش. يبقى هل هبدا ان انا احط داش على الفي واحد؟ لا، ما احطش داش بقى على الفي واحد، لا، الفي واحد موجود في مكان، موجود في البرايمري وانا ما نقلتوش. الحاجه اللي هنقلها هي اللي انا هحط عليها داش، او هحط عليها شرطه كده تمثل لي يعني ان دي جايه من مكان من السكندري او جايه من البرايمري، فهي ده مش مكانها، لا، ده انا عامله لها ريفيرنج، تمام؟ يبقى الزد لود داش دوت هيبقى بيساوي ايه ساعتها لما يروح للبرايمري؟ هيبقى بيساوي الفي واحد على اي واحد. طب الفي واحد هتساوي ايه؟ اللي هي الفي 2 على كي. طب والاي واحد اللي هي اي 2 في كي، لو قسمت الاثنين دول على بعض هيديك في 2 على اي 2 في الواحد على كي تربيع. يبقى الفي 2 على اي 2 ديت اللي هي بتاع الزد بتاع اللود اللي هي الامبيدنس اللي شايفاها السكندري على الكي تربيع، تمام؟ طيب لو عايز اعمل ريفيرنج من البرايمري للسكندري، او خلينا الاول من السكندري للبرايمري، تمام؟ طيب ايه اللي موجود في السكندري هحوله هنقله للبرايمري؟ اللي موجود في السكندري دلوقتي حاليا في الايديال ترانسفورمر الزد بتاع اللود، الامبيدنس بتاعت اللود، تمام؟ يبقى الفي واحد هتفضل مكانها، الاي واحد هتفضل مكانها، الفي 2 لا هحولها تبقى في 2 داش. طيب الاي 2 هحولها تبقى اي 2 داش. الزد الامبيدنس بتاعت اللود هحولها للبرايمري هتبقى زد لود داش، تمام كده؟ يبقى طب عايز اعرف الفي 2 داش ديت ايه علاقتها بالفي 2 الاساسيه، تمام؟ طيب يبقى الفي 2 داش ديت اللي هي بتساوي الفي 2 على كي. طب الاي 2 داش، الاي 2 داش ديت اللي هي بتساوي اي 2 في كي. طب الزد بتاع اللود داش اللي هي بتساوي زد بتاع اللود على كي تربيع، معلش هي مقطوعه دي ديكي. على كي تربيع، تمام كده؟ يبقى انا كده عملت ريفيرنج من السكندري للبرايمري، بس انا كده هتلخبط يعني بالمنظر دوت، انا كده هتلخبط. خلينا نمشيها انا اقول لكم على طريقه سهله تحوله من اي سايد لسايد بسهوله جدا. طيب لو انا قلت ان انا عايز اجيب الفي 2 داش، الفي 2 داش ديت اللي هي بتساوي في 2، في 2 في ايه؟ الكي ديت اللي هي ايه؟ اللي هي عبارة عن ان على ان 2 على ان 1، تمام كده؟ او لو حطيتها في البسط يعني لو حطيت هنا في المقام ان 2 على ان 1 هتبقى بتساوي ايه؟ هتبقى في 2 في ان 1 على ان 2، تمام؟ طيب هقول لكم بقى طريقة حلوة. اول حاجة لو انا عايزة انقل فولت او امبيدنس، تمام؟ هقول الفولت دوت اللي هو الفي 2 داش هو جاي منين؟ جاي من السكندري ورايح للبرايمري. طيب يبقى بيساوي الفي 2 في اللي انا رايح له. طب انا رايح فين دلوقتي؟
انا رايحه للبرايمري، يبقى ان واحد على اللي انا جاي منه، اللي انا جاي منه اللي هو ايه السكندري اللي هو الترنز ريشيو بتاعته ان 2، يبقى الفي 2 داش ديت بتساوي الفي 2 في اللي انا رايح له اللي هي ان واحد على اللي انا جاي منه اللي هو ان 2، يبقى هتبقى في 2 داش بتساوي في 2 في ان واحد على ان 2. فكوا الحته دي هتلاقيها هي نفس ايه نفس الكلام، بس التيار العكس. تمام، التيار العكس، يبقى اي 2 لو انا هنا ضربت في اللي انا رايح له على اللي انا جاي منه، يبقى انا هضرب هنا في اللي انا جاي منه على انا رايح له. تمام، يبقى اي 2 داش هتبقى بتساوي اي 2 في ان 2 اللي انا جاي منه على اللي انا رايح له على ان 1 اللي انا رايح له اللي هو ايه البرايمري. تمام، طب الزد، الزد هل هتتبع الفولت ولا هتتبع التيار؟ لا، هي هتتبع الفولت بس تربيع. يعني ايه تربيع؟ يعني اللي انا رايح له تربيع على اللي انا جاي منه تربيع، يبقى ان واحد تربيع على ان اتنين تربيع في الزد الاساسيه اللي هي الزد بتاعت. دي طريقه سهله جدا ان انتوا تقدروا ان انتوا تعملوا ريفيرنج ليها، علشان عارفه ان الحته دي ساعات بتلخبط، ايه ده هو انا كنت بقسم على كي ولا بضرب في كي، وانا هروح هعمل ريفيرنج ازاي. فدي طريقه سهله جدا. طيب خلينا نطبق كده نفس الطريقه على الريفيرنج للسكندري. طب بدل ما انا عايز احول من السكندري للبرايمري، لا احول بتوع البرايمري للسكندري. تمام، يبقى الفي 2 والاي 2 والزد لود هيفضلوا في مكانهم، مش هيتحط عليهم داش لان هم موجودين في السكندري. الفي 1 والاي 1 هم اللي هيتحط عليهم داش لان هم جايين من البرايمري رايحين للسكندري. تمام، يبقى الفي 1 داش في اللي انا رايح له اللي هو ان 2 على اللي انا جاي منه اللي هو ان 1 اللي هي الترنز ريشيو اللي هي ايه الكي. التيار العكس، اللي انا جاي منه على اللي انا رايح له هيديك اسم على كي مش ضرب في كي. تمام كده، والزد برضو الزد بتاعت البرايمري داش بتساوي الزد بتاعت البرايمري في اللي انا رايح له اللي هو ان 2 على ان 1 الكل تربيع. تمام كده، الكل تربيع، ما تحطش معاها الزد هنا تربيع، لا الكي بس هي اللي متربعه، ترنز ريشيو بس هي اللي بتبقى متربعه. يبقى كده قدرت ان انا اعمل ريفيرنج من البرايمري للسكندري او من السكندري للبرايمري. هي مش واضحه دلوقتي اهميه الريفيرنج دوت قد ما هيوضح اكتر في البراكتيكال ترانسفورمر لما يبقى عندي سيركت كامله عايزه احولها من البرايمري للسكندري او من السكندري للبرايمري، مش جاست فولت وتيار بس يعني. طيب هنبدأ دلوقتي كده في بداية الشيت. الشيت واحد دوت هتلاقوه سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه، هو اصلا بيتكلم عن الترنز ريشيو وبيتكلم عن الفلوكس وكده، او هو تقريبا ثلاثة ارباع هنحله بقانون واحد يعني. طيب المساله رقم واحد بتقول لي سنجل فيز ايديال ترانسفورمر. ايديال ترانسفورمر احنا عرفنا ايديال ترانسفورمر دوت ما فيهوش فيه اي امبيدنس، ما فيهوش اي حاجه غير الامبيدنس بتاعت اللود بس. تمام، هاز 400 برايمري اند 1000 سكندري ترنز، يعني الترنز ريشيو بتاعت البرايمري 400 وبتاعت السكندري اللي هي ان 2 ب 1000. تمام، ذا نت كروس سيكشن اريا اوف ذا كور، الكور ليه كروس سيكشن اريا 60 سنتيمتر تربيع. اف ذا برايمري وايندنج بي كونكتد تو 50 هرتز، يعني الفريكوانسي بتاعت البرايمري وايندنج او السورس يعني او السبلاي 50 هرتز. تمام، سبلاي ات 520 فولت، السبلاي بتاعي هو 520 فولت اللي هو الفي 1. تمام، احنا اتفقنا ان السبلاي بيكونكت على البرايمري وايندنج يبقى هو عباره عن الفي 1. طيب كالكيوليت ذا بيك فاليو اوف فلوكس دينستي، احنا عارفين الفلوكس دينستي اللي هي البي. تمام، ان ذا كور، وبعد كده عايز يحسب الفولتج انديوسد ان ذا سكندري وايندنج، عايز يحسب الاي 2. تمام، يبقى دي فايده التعريفات اللي انا كنت عارفاه، عشان لما يقول لك انديوز ذا فولتج يقول لك الفولت بتاع اللود حاجات ديت، يبقى لازم انت تبقى عارف ايه المسمى بتاع كل element فيها يعني. تمام، طيب احنا اتفقنا ان احنا عايزين نجيب البي، هو عايز الماكسيمم. تمام، طب البي اللي هو عباره عن ايه؟ مش البي دوت اللي هو عباره عن الفاي ماكسيمم على ايه؟ على الاي اللي هي الكروس سيكشن اريا بتاعت الكور. تمام، يبقى اول حاجه اجيب بس ترنز ريشيو الفي برايمري على الفي سكندري او العكس، مش هتفرق، انا كاتباها هنا الفي برايمري اللي هي الفي 1 على الفي اس او الفي سكندري يعني اللي هي الفي 2 بتساوي ان 1 على ان 2 بتساوي الاي 1 على الاي 2. طب الفي 1 هي معايا بيديها لي 520 فولت على الفي 2 اللي هو او الاي 2 اللي هو عاوزها. اتفقنا ان في الايديال ترانسفورمر الفي 2 هو الاي 2. تمام، يبقى ما تستغربوش لما انا كاتبه هنا ايه في 2.
تمام، يبقى بتساوي ال n بتاعت البرايمري اللي هي 400 على ال n بتاعت السكندري اللي هو 1000. يبقى اقدر ان انا اعمل طرفين في وسطين واجيب ال v2 اللي هي بتساوي ال a2. يبقى انا كده جبت مطلوب رقم 2، تمام كده. طيب عايز اشوف بقى مطلوب رقم 1 اجيبه ازاي. هل انا معايا قانون غير القانون بتاع ال e1 بتساوي 4.44 في n1 في ال f في الفاي ماكسيمم، اللي انا القانون اللي انا لسه اثبته من شويه. طيب الاي واحد معايا، الاي واحد معايا اللي هي بتساوي الفي واحد اللي هي 520 فولت. طيب 4.44 من 100، ان واحد معايا هي ب 400. طب الفريكوانسي هو قايل لك ان الفريكوانسي ب 50، يبقى تقدر ان انت تجيب ايه الفاي ماكسيمم، هتطلع ب 13 على 2220 ويبر، تمام. يبقى لو عايز تجيب البي ماكسيمم اقسمها بس على الكروس سكشن اريا اللي هو 60، بس 60 دوت بسنتيمتر تربيع، يبقى اضربها في 10 اس سالب 4 عشان احولها لمتر، يبقى هيديك في الاخر 97 من 100 ويبر لكل متر تربيع. مسألة سهلة خالص ما فيهاش اي حاجة، تمام. مسألة رقم 2 هي نفس مسألة رقم 1 في اختلاف بس الأرقام، تمام. مسألة رقم 3 بقى بيقول لي 40 كيلو فولت أمبير 3300 على 240 فولت. طب خلينا نعرف الداتا اللي بيديها لك ديت هي عبارة عن ايه. أولا أي داتا يديها لك في البداية كده هي عبارة عن الريتد داتا. يعني ايه الريتد داتا؟ يعني النيم بليت، احنا قرينا طبعا الدكتور اداكم في المحاضرة ازاي تقرا النيم بليت بتاعة اي ترانسفورمر. طيب ازاي تقرا النيم بليت بتاعة اي ترانسفورمر؟ مكتوب عليه الريتد كيلو فولت امبير اللي ممكن الترانسفورمر دوت يبقى شغال عنده. بس هل الترانسفورمر دوت لازم يبقى شغال عند الريتد ده على طول؟ لا، الترانسفورمر ممكن في الحالة او في الكيس اللي بيديها لك في المسألة ما يبقاش شغال عند الريتد، بس الريتد ده ممكن تستفيد من ان انت تجيب اي مجهول من المجاهيل اللي عندك، تمام. بس مش شرط ان الترانسفورمر دوت ابقى انا مشغلاه عند الريتد. يبقى 40 كيلو فولت امبير دوت هو الريتد، بس مش شرط ان الترانسفورمر ده يبقى شغال عند الريتد، الا اذا هو قال لك ان الترانسفورمر بتاعي هو شغال عند الفول لود او هاف لود، يبقى ده نص ال 40 ديت، او اي نسبه من اللودنج بتاعي. بس ال 40 دوت انا ما استخدمهاش الا لو اذا قال لي انا شغال عند الفول لود، تمام. 3300 على 240 فولت على طول، هو بيديك الداتا بتاعت الفولت في 1 على في 2. يعني ما تقوليش ان دي ترنز ريشيو في 2 على في 1، لا، هي 3300 ديت الفي بتاعت البرايمري اللي هو الفي 1، وال 240 اللي هي بتاعت السكندري اللي هو في 2، تمام. 50 هرتز مديك الفريكوانسي، سنجل فيز ايديال ترانسفورمر هاز 660 ترن اون ذا برايمري، يبقى الملفات بتاعت البرايمري عددها 660 ترن. عايز يحسب الملفات بتاعت عدد الملفات الملف السكندري، وعايز يحسب برضو الماكسيمم فلوكس في الكور، وعايز يحسب الابروكسيميت فاليو اوف برايمري اند سكندري فول لود كارنت. قال لك فول لود كارنت، يبقى تقدر ان انت تستخدم ايه؟ تستخدم ال 40 كيلو فولت امبير اللي موجوده هنا، تمام. طيب عايزين بقى نبدا في المساله دي. الداتا الجيفن ودي الريكويرمنت اللي انت المفروض ان انت تحسبها. طيب يبقى ال V1 على ال V2 اتفقنا ان هي 3300 على 240 بتساوي ال N1 على N2. N1 مديها لك ب 660، اقدر ان انا اجيب N2 ببساطة خالص طرفين في وسطين، هيطلع ب 48 ترن، تمام كده. طيب لو عايز اجيب ال E1 اللي هي بتساوي ال V1 اللي هي بتساوي ال 3300 فولت، تمام. ال 3300 فولت اللي هي بتساوي ايه؟ اتفقنا ان هي بتساوي 4.44 في الاف اللي هي الفريكوانسي، في النمبر اوف ترنز بتاعت البرايمري، في الفاي ام اللي هي ايه الماكسيمم فاليو اللي هو عايزها بتاعت الفلكس. اقدر ان انا اعوض الاي واحد ب 3300، الفريكوانسي ب 50، النمبر اوف ترنز ب 660، اقدر ان انا اجيب الفلكس بالويبر، تمام. طيب بعد كده عايز يحسب التيار بتاعه البرايمري والتيار بتاع السكندري وهو شغال عند الفول لود. لو هو شغال عند الفول لود يبقى اقدر ان انا استخدم ال 100 كيلو فولت امبير اللي هي الابيرنت باور اللي هو مديها لي في بدايه المساله. يبقى الاس انبوت هتبقى بتساوي الاس اوتبوت، لان اتفقنا ان ده ايديال ترانسفورمر، تمام. يبقى الاس انبوت بتساوي الاس اوتبوت بتساوي معلش تقريبا هنا انا هي 40 ولا 100، هي 40، هي دي هنا 40،
معلش. تمام، 40 في 10 أس 3 عشان أحولها بس لفولت أمبير، هيبقى بيساوي ال V واحد، اللي هي V واحد اللي هي ب 3300 في ال I واحد. هبدأ إن أنا أجيب ال I واحد، يبقى 40 ألف على 3300، أقدر إن أنا أجيب ال I واحد. ممكن برضو إن أنت تجيب ال I اتنين، ما معاك ال V اتنين برضو من 240، تقدر إن أنت تقسمهم على بعض وتجيب إيه ال I اتنين، أو لو عايز تجيبها بالترنز ريشيو مش هتفرق، هيطلع هي نفس إيه نفس الرقم. دي كده كانت المسألة رقم 3. مسألة رقم 4 هي مسألة رقم 3 بس باختلاف الأرقام دي كده، 100 كيلو فولت أمبير اللي أنا كنت لسه متلخبطة فيها فوق. تمام، والترنز أوف ريشيو برضه متغيرة، هي نفس المطالب، هي كل حاجة. تمام، مسألة رقم 5 بقى بيقول لي 25 كيلو فولت أمبير سنجل فيز ايديال ترانسفورمر has 250 turns on the primary and 40 turns on the secondary. The primary is connected to 1500 volt 50 hertz main. Calculate primary and secondary current on full load. full load كده قال لي full load، يبقى اقدر ان انا استخدم ال apparent power او الباور اللي هو مديها لي في بداية المسألة، وعايز السكندري اي ام اف اللي هي اي ام اف اللي هي اتنين اللي هي بتساوي ال V اتنين. تمام، وبعد كده عايز يحسب الماكسيمم فلوكس اللي هو فاي ماكسيمم. نفس المسائل برضو اللي احنا حليناها من شوية، ما فيهاش اي اختلاف. بعد كده مسألة رقم 6 بيقول لي ممكن نخلي مسألة رقم 6 ديت مع شيت 2، علشان هي هندخل بقى في ان الترانسفورمر يبقى ليه لوسز، لكن احنا هنا شغالين على ايديال ترانسفورمر، فخليها ممكن مع مع السكشن اللي جاي ان شاء الله. طيب، مسألة رقم 15 دي مسألة مهمة لان هي بتوضح لي فايدة الترانسفورمر. تمام، فخلينا نركز فيها كده نكبرها. طيب، سنجل فيز باور سيستم، يبقى انا عندي سنجل فيز باور سيستم كونسيست اوف 480 فولت، يبقى السورس بتاعي عبارة عن 480 فولت 60 هرتز جنريتور. السورس بتاعي عبارة عن جنريتور بيولد لي 480 فولت عند 60 هرتز. تمام، سبلاينج لود زد لود بتساوي 4 زائد جي 3. اللود بتاعي عبارة عن امبيدنس 4 زائد جي 3. تمام، through a transmission line of impedance، خلال transmission line impedance بتاعت transmission line ديت 18 من 100 بلس جي 24 من 100. answer the following questions about this system. اول حاجة بيقول لي if the power system is exactly as described above، يعني في الفيجر دوت الفيجر رقم ايه، what will the voltage at till load be. يبقى عايز الفولت بتاع اللود، وعايز الترانسميشن لاين لوسز ديت قد ايه، القيمه بتاعه الترانسميشن لاين لوسز قد ايه. تمام، وبعد كده رقم بي بيقول لك سبوز 1/10 ستيب اب ترانسفورمر از بليست ات ذا جنريتور اند اوف ذا ترانسميشن لاين، اند 10/1 ستيب داون ترانسفورمر از بليست ات ذا لود اند اوف ذا لاين at the figure B dot. What will be the voltage at and what will the load voltage be now with transmission line losses at the. يبقى باختصار هو عايزك تدرس الشكل دوت. الشكل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن جنريتور متوصل على لود خلال transmission line، ومديك الامبيدنس بتاعت اللود، ومديك الامبيدنس بتاعت transmission line. تمام، وبيقول لك هات لي الفولت في 2 دوت، وهات لي ترانسميشن لاين لوسز بتاع بتاع الفيجر دوت. وبعد كده بيقول لك الفيجر الثاني بيقول لك ان انا حطيت في الاول هنا ستيب اب ترانسفورمر الترنز ريشيو بتاعته 1:100 الى 10 قصدي. تمام، يعني عمل ستيب اب ترانسفورمر، وبعد كده بدا ان هو ينقل الباور ديت على ترانسميشن لاين نفس الامبيدنس بتاعتها، هي الامبيدنس. تمام، وبعد كده عمل ستيب داون ترانسفورمر بحيث ان هو يرجع للفولت الاساسي اللي هو عايزه عند اللود. تمام كده، بيقول لك بقى ادرس لي الشكلين دول وشوف لي الفولت عند اللود هنا بكام، والفولت عند اللود هنا بكام، والباور لوسز هنا بكام، والباور لوسز هنا بكام. طب قبل ما ابدا خالص، يعني انا لوجيك كده قبل ما ابدا خالص، هل نتوقع ان الفولت
والباور لوسز هنا اكبر، هنا اكبر في الشكل دوت ولا هنا اكبر؟ اكيد انا بالنسبه لي شايفه ان ترانسميشن لاين لوسز هنا هتبقى كبيره جدا، لان التيار اكيد هنا هيبقى كبير، تمام، وبالتالي هيحصل باور لوسز هنا كبيره على ترانسميشن لاين، وهيحصل كمان فولتج دروب كبيره على ترانسميشن لاين، فبالتالي الفي 2 ديت هتبقى اقل شويه من الفي 2 اللي جايه هنا. طب ليه؟ لان انا هنا عملت ستيب اب ترانسفورمر، زودت الفولت وقللت التيار، فبالتالي التيار قل، فبالتالي الباور لوسز اللي حصلت على ترانسميشن لاين ديت هتبقى اقل، فبالتالي الفولتج دروب اللي حصل على ترانسميشن لاين دوت هيبقى برضو اقل، فيبدا الفولت بتاع اللود دوت يبقى اكبر شويه من الحاله الاولانيه، يبقى الفولت بتاع اللود يبقى اكبر شويه من الحاله بتاع من حاله ايه يعني الحاله بي، الفولت بتاع اللود يبقى اكبر من الحاله ايه، والباور لوسز في الحاله بي يبقى اقل من الباور لوسز في الحاله ايه. طب خلينا كده نشوف بقى ارقام حقيقيه ونشوف هل هيحصل فعلا كده ولا لا. طب في الايه الزد ايكويفالنت بتاعت الدايره كلها هي عباره عن الزد بتاع ترانسميشن لاين بلس الزد بتاع اللود، طلع لي مثلا بالرقم ده، تمام. لو انا عايز احسب تيار، التيار اللي هو بيساوي الفولت على الامبيدنس، طب قسمت الفولت اللي هو 480 على الامبيدنس توتال بتاعت الدايره كلها، اداني ان التيار 90.76 على زاويه سالب 37.77 امبير. طيب يبقى لو انا عايز احسب الفولت بتاع اللود، الفولت اللي هو بيساوي تيار في زد او في الامبيدنس، تمام، التيار انا لسه جايباه. طب الزد بتاع اللود هو مديها لك 4 زائد جي 3، هيطلع لك ان الفولت عند اللود ب 454 على زاويه سالب 4 من 10 تقريبا، تمام. يبقى قدرت ان انا اجيب كده الفولت بتاع اللود ده اول مطلوب. عايز اجيب الباور لوسز، عارفين الباور لوسز ما بتحصلش على امبيدنس، هي بتحصل على ريزيستنس، تمام كده، لان الاكس ما بيحصلش عليها فولتج دروب، تمام كده. يبقى الباور لوسز اللي هي اي تربيع في ار، التيار اللي انا لسه جايباه از ماجنتيود 90.76 تربيع في الريزيستنس بتاع ترانسميشن لاين 18 طلع لي 1482. طيب ده رقم كبير برضو، تمام. طب خلينا نشوف كده في الحالة التانية هيحصل ايه، هل الرقم دوت هيقل ولا لأ. هنا دلوقتي بقى يظهر لي فايدة الريفيرنج، هل انا هقدر ان انا اجيب التيار والفولت بالدايرة كده او دايرة كده وهي فيها ترانسفورمر وترنز ريشيو كده؟ لا، لازم اعمل حاجة اسمها ريفيرنج. انت حر دلوقتي بقى ان انت تعمل ريفيرنج، عايز تعمل ريفيرنج الزد بتاعت اللود دي توديها هنا، وتعمل ريفيرنج للفولت بتاع السبلاي ده وتوديه هنا برضو، او ممكن انت تحول الزد بتاعت اللود دي توديها هنا وبعد كده تجمعها على الزد بتاع ترانسميشن لاين، وبعد كده تحولها تاني عند البرايمري خالص عند السورس في الاول، وتخلي السورس في مكانه، انت حر، بس حاول تلاقي اي طريقه تسهل بيها على نفسك. انا شايفه ان الطريقه الاسهل ان انا احول الفولت بتاع السبلاي دوت للترانسميشن لاين، واحول اللود برضو للترانسميشن لاين، فيبقى عندي السيركت الاساسيه هي اللي في النص، تمام. يبقى هحول ال 480، اتفقنا على ايه؟ اللي انا رايح الفولت في الفولت اللي انا رايح له، اللي انا رايح له الترنز ريشيو بتاعته بكام؟ ب 10، على اللي انا جاي منه الترنز ريشيو ب1، يبقى الفولت في عند الترانسميشن لاين هنا هو شايف 4800 فولت، تمام. طب في الزد اللي انا رايح له برضو اللي هي ترانسميشن لاين الترنز ريشيو بتاعته 10 تربيع على اللي انا جاي منه 1 تربيع، اديك 400 زائد جي 300، يبقى ادي كده معايا زد بتاع لود، معايا زد بتاع ترانسميشن لاين، ومعايا الفولت بتاع السبلاي في سيركت واحده. اقدر ان انا اجيب ايه؟ اقدر ان انا اجيب التيار برضو زي الحاله الاولانيه، جبت التيار، طلع التيار هنا بكام؟ ب 9.69 از ماجنتيود يعني على الزاويه دي، تمام. لاحظت ايه؟ لاحظت هنا ان التيار قل، يبقى معنى كده ان الباور لوسز اللي هتحصل على ترانسميشن لاين هنا هتقل. طب خلينا نحسب كده باور لوسز، الباور لوسز اهي بتساوي اي تربيع في ار، التيار 9.59 تربيع في 18 هيديك 16.55 واط. بص بقى الباور لوسز هنا قد ايه والباور لوسز هنا قد ايه، وهل اللي احنا قلناه في الاول ده اتحقق فعلا؟ اتحقق لما انا استخدمت تو ترانسفورمر، ستيب اب ترانسفورمر وستيب داون ترانسفورمر، بدا الباور لوسز على ترانسميشن لاين اللي حصل هنا يبقى قليل، لان التيار بتاعها بقى قليل، تمام. تحول بدل اهو ما كان 90 بقى 9، شايف فرق كبير جدا، تمام. طيب عايز اشوف، طب عايز اشوف برضو الفولت بتاع اللود دوت هيبدا ان هو يزيد ولا يقل. طيب نجيب الفولت بتاع اللود، بس ما تنساش ان انت اللود اللي عندك دوت، اللود اللي موجود ده
انت عامل له ريفيرنج من السايت بتاع اللود للسايت بتاع ترانسميشن لاين، يبقى ده في لود داش. عشان كده انا حاطه هنا في لود داش، ليه؟ لانه معمول له ريفيرنج. لو انا عايز اشوف قيمته الحقيقيه اللي شايفها اللود، يبقى لازم اعمل له ريفيرنج تاني لمكانه علشان اشوف هو فعلا عند الفولت بتاع اللود هو قل ولا زاد. تمام، يبقى 400 زائد جي 300 هنضربها اللي هو الامبيدنس فيها، نضربها في التيار، هيديني ان الفولت بتاع اللود داش هيبقى 4795. هل 4795 دوت هو رقم بتاع الفولت بتاع اللود الحقيقي؟ لا، ده معمل له ريفيرنج من السايت بتاع اللود للسايت بتاع الترانسميشن لاين. ارجعه مكانه تاني اللي انا رايح له على اللي انا جاي منه، اللي انا رايح له الترنز ريشيو بتاعته بواحد، على اللي انا جاي منه الترنز ريشيو بتاعته ب10، هيديني ان الفولت عند السايت بتاع اللود هيبقى ب479.5 فولت. طب خلينا نشوف كده، نلاحظ هل 479 هنا، هنا كان بكام؟ 454. يبقى فعلا الفولت بتاع اللود بدأ ان هو يزيد، لان الفولتج دروب اللي حصل على ترانسميشن لاين دوت هو اكيد قل، لان التيار قل. ففعلا لما استخدم ترانسفورمرز هتبدأ الهدف بتاعي ان انا انشأت اصلا الترانسفورمر، انا بدأت ان انا احققه، واتحقق فعلا ان انا قللت الباور لوسز وزودت الفولت اللي هيوصل عند اللود. تمام كده، هنبدأ ان شاء الله المرة الجاية ناخد حاجة اسمها البراكتيكال ترانسفورمر، هنبدأ بقى نشوف الترانسفورمر الحقيقي عامل ازاي. الحقيقي ان انا ببقى عندي لوسز، بيبقى عندي كوبر لوسز، بيبقى عندي ايرن لوسز، الفلوكس مش كله بيحصل له قطع، يعني قطع خطوط الفيد، مش كل خطوط الفيد بتبدأ ان هي تقطع البرايمري والسكندري، لا ده في ليكج فلوكس. نبدأ بقى ناخد كل مشكلة من مشاكل او كل افتراض من الافتراضات اللي انا خدتها في الايديال ترانسفورمر، امثلها بسيركت تحل لي المشاكل ديت، في مش تحلها يعني، امثلها او اعمل لها موديل يعني از سيركت كهربيه في البراكتيكال ترانسفورمر. شكرا، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله.